جرت العادة أن تزدحم الأسواق قبل وخلال شهر رمضان بالمشتريات الموسمية كما تزدحم بالمستهلكين، ولكن رمضان هذا العام وفي أغلب محافظات البلاد بدأ مختلفاً، فحتى وإن وجدت البضائع غاب المشتريون أو أجبروا على الغياب بسبب الحرب وما تالها من أزمات. الأزمة الإنسانية خصوصاً الغذائية منها في استمرار مضطرد في اليمن بحسب تقرير جديد أصدره برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، الذي أكد أن أسعار المواد الغذائية لن تتوقف عن الارتفاع على الرغم من مستويات الأسعار المنخفضة السائدة في السوق العالمية بسبب استمرار التدهور الاقتصادي للبلاد وأسباب أخرى ذكرها التقرير كأسراب الجراد ونسبة هطول الأمطار التراكمية، لتضاف إلى مشقة الصيام مشقات أخرى يجبر على معايشتها المواطن خلال هذا الشهر. 10 كيلو ب 14 10 كيلو.